الآن أمام فن نقطي. أنا ترى أنه يعني ثقافتي على قد. طيب خلاص خليك معي. إيش يعني فن نقطي؟ طيب أنت جمع النقاط هذه كلها وأبغاك تركز في النص، حتلاقي إن النقط أساساً لو حتوصلها حتعمل لك شكل مين؟ الشيخ زايد. استنى أنا ماني شايف. هذا الشماغ وهذا وشه. اي والله هذه العيون. اه ذير وي جو، وصلت اخيرا. والخشوم وال... طب اسمع، بما انه انت ابهرتيني اليوم بالفن فانا باخذ صوره مع المكان صراحه. 1 2 3